بالنسبة لروسيا، هم يعني سيطروا على شبه جزيرة القرم في عام 2014، ها هم تقدموا إلى خيرسون، نعم تراجعوا ولكن لا زالوا هم موجودين في هذه المنطقة على نهر الدنيبر، لا زالوا يسيطرون على مفاعل زاباروجيا، سيطروا على لوغانسك بالتمام والكمال مع بعض التقدم البسيط أو الخجول من الأوكرانيين في هذه المنطقة، وتقريبا نصف دانييتسك هم يسيطرون عليها بالنسبة للروس، وخاركيف يضغطون عليها، كييف يضغطون عليها. إذا ما انتهت الحرب بهذا الشكل بهذه السيطرة، ألا تعتقد أن روسيا على الأقل في عام 2022 نجحت، 2014 حصلوا على شبه جزيرة القرم، 2022 تقدموا بهذا الشكل، ممكن في عام 2030 تجدهم في كييف، ألا تعتقد هذا هو بحد ذاته يعتبر نصر؟ وأن انتهت الحرب بهذا الشكل فزيلينسكي سيكون في مشكلة حقيقية للغاية وفي ورطة حقيقية أمام الشعب الأوكراني، ألا تعتقد ذلك؟ أنا أعتقد العكس أستاذ أحمد، أنا أعتقد بأنه الظرف الآن بالنسبة لروسيا شبيه إلى حد ما بسنة 42 في الحرب العالمية الثانية. تذكر حضرتك أنه في سنة 41 كانت ذروة التفوق والتقدم الألماني في على كل الأصعدة، انهارت فرنسا، حوصرت بريطانيا، القوات تكاد تكون لامست موسكو من الجهة الشرقية، فكانت يعني سنة 41 هي أقصى ما وصلت إليها ألمانيا. في سنة 42 حصل هناك هذا التوقف، عدم القدرة على إتمام الزخم الذي كان سنة 41، هذا مما مهد لبدء الشعور بالهزيمة سنة 43. الآن نحن مع كل الإنجازات اللي حضرتك ذكرتها للقوات الروسية اللي تحققت سابقاً، باعتقادي أن القوات الروسية وصلت إلى نهاية الزخم، لن تستطيع أن تحقق أي شيء أكثر من هذا بعد ذلك. فإذا افترضنا أن الزخم توقف وستبدأ مرحلة توقف، إذن هذا معناه أن طرفك الآخر سيبدأ في مرحلة الاستعداد والهجوم. لاحظ معي أن الأوكرانيين مرت عليهم أسوأ ما يمكن أن تمر، مثل ما مرت على الروس في الحرب العالمية الثانية سنة 41، مثل ما مرت على البريطانيين، مثل ما مرت على الفرنسيين. أسوأ ما يمكن أن يحدث حدث، قصف أوكرانيا، قصف البنية التحتية، قصف الطاقة، تدمير، كل ما يستطيع أن يفعله الروس فعلوه، لم تتحطم الإرادة الأوكرانية حتى الآن. إذا حصل توقف الزخم اللي متوقع له في هذا الشتاء، معناها انتظر أنت في الصيف والربيع القادم المبادئة مرة ثانية ستكون بيد الأوكرانيين. هذا ما يخشاه الروس، هذا ما يحسب له، لأنه الروس تعبوا أكثر مما تعب الأوكرانيين، وللمفارقة مع أن الأوكرانيين هم من تحمل أكثر بكثير مما تحمل الروس، لأن الروس دخلوا المعركة على أساس نفسي يقول إنها معركة سريعة ستنتهي في بضعة أسابيع، والأوكرانيين دخلوها وهم شبه يائسين ومصممين على البقاء والقتال حتى آخر رجل. مع ذلك النتيجة الآن تقول للأوكرانيين أنه صبرهم أثمر، وتقول للروس أنه مطاولتهم لم تثمر. هذه ستكون نقطة فاصلة أساسية في ربيع القادم. لهذا يبحث الروس الآن عن وسيلة لإنهاء الصراع بأسرع وقت. هم يعتقدون أن الضغط باستخدام الشتاء على الأوكرانيين قد يلين قناتهم ويجعلهم أقبل لفكرة الجلوس على المفاوضات. كل ما تريده موسكو الآن هو جلوس الأوكرانيين على المفاوضة. ودعني أقول لك بصراحة، ليست الفكرة سيئة، لكن المشكلة أنه زيلينسكي أعطى خطاب عالي جدا للأوكرانيين، قال لهم فيها أننا لن نسمح للروس بأن يتمتعوا بأي من ثمار عدوانهم علينا، بل هو وصل إلى حد القرم كما تعرف حضرتك، يقول حتى القرم ليس لها شرعية في أن تبقى بيد الروس. هذا الخطاب العالي جدا ما زال متمسك به زيلينسكي، ويبدو حتى الآن أن الأوكرانيين يؤيدوه حتى الآن، برغم من تشكيك كل القوى حتى المؤيدة منها لأوكرانيا على قدرتهم على الصمود، لكن كلهم يقولون إذا كانوا الأوكرانيين صامدين ورافضين أي نوع من التنازل ورافضين أي نوع، فما هي قيمة تضحياتنا إحنا كأوروبا الغربية قياسا بتضحية الأوكرانيين، خصوصا وأن أوروبا الغربية حتى ذلك الجانب الذي يؤيد بدء المفاوضات الآن يعرف تماما خطر الروس المستقبلي فيما إذا بقت قوتهم بهذا الشكل. حتى هؤلاء الذين يؤيدون التفاوض الآن مع روسيا يعرفون جيدا أنه عهد السكون والركون
والهدوء والشعور بالأمان مع وجود جار روسي بهذا الشكل قد انتهى. وانتهت مثلا على سبيل المثال قضية النفط كما قال فاتح بيرون رئيس منظمة الطاقة الدولية، انتهى قضية النفط والطاقة الروسية في أوروبا، هذا عهد وانتهى. انتهت فكرة التعاون المفتوح، انتهت مدري إيش كذا. كل ذلك يشي بأنه الجميع لا يشعر بالأمان بوجود بوتين بهذا الشكل وبوجود روسيا بهذه القوة، لكنهم يعرفون فداحة الاستمرار بالحرب. الوحيدين الذين يرفضون الاعتراف بفداحة هذا الموضوع هو الشعب الأوكراني وعلى رأسهم زيلينسكي. لهذا الأطراف كلها تشجعت وقررت أن تغلق هذه، خصوصا وأنه لم يبدو على بوتين فعلا تغييرا حقيقيا، يعني لم يبدي أي نوع من الندم، التراجع، طيب، رفض الشعارات السابقة التي كان يتكلم. لحد الآن يتكلم الإعلام عن الطغمة النازية التي تحكم أوكرانيا، ويخرج ميدفيديف مثلا بمقالات لا تصدق في بذاءتها. يعني أنا لم أكن أعرف هذه القضية، أحد الصحفيين العرب تكلم عن هذا الموضوع وأشار، قال لو قدر لنا أن نترجم مقالات ميدفيديف وآراء السياسية لفوجئنا بكم الشتائم والسباب والقذارات والشناعات التي يلقيها على كل الدول الأوروبا، وهو شخصية عامة، الرجل ليس صحفي وليس سياسي سابق، هو رجل ما زال في السلطة.